السلام عليكم. معمل اليوم حيكون مراجعة للمعمل اللي هو بعنوان Introductions to the Bone. نبي نعرفوا شن هنو Skeletal Systems والبون اللي هن مكوناتها. Number one, the protections للبرين tissues which is called skull. هذه هي الجمجمة. وبعدين عندي البروتكشنز للسباينال كورد اللي هو الفيرتبرال كولوم، متكون من 7 سيرفايكال فيرتبري، 12 ثوراسيك فيرتبري، 5 لمبر اند 5 ساكرال فيرتبرا، والاخيره اللاست بيس منا اللي هي الكوكسيك. بعد هيك بننتقلوا للثوراسيك كيج اللي هو متكون من لورا من 12 ثوراسيك فيرتبرا، وبعدين حيجوني على السايدس اللي هم الريبس، وانتيريورلي عندنا فلات بون ويتش از كولد ستيرنم، وعلى الباك عندنا تو سكابيولا. نجو بعد هيك هذوما كلهم نسمو فين على بعضهم الاكزيال سكيليتون. وبعدين بنجو الابنديكولار سيستمز، الحاجات الاطراف اللي هم الابر ليمب واللور ليمب. نبدو اول حاجه بالبونز اوف ذا ابر ليمب، اول وحده اللي قاعده في منطقه الارم تسمى هيومرس، وعندها ارتكوليشنز مع الكلافيكل والسكابيولا. بعد هيك يجيني تو بونز، وحده ميديال وحده لاترال، الميديال 1 which is called ulna واللاترال 1 called radius. بعدها عندنا سمول بونز اللي دايرت للريست جوينت which is called carpal bone، الكاربال بون عددهم 8. وبعدين يجوني المنطقة بتاعت البالم اللي هي فيها ميتاكاربال بونز وعددهم 5، وآخر حاجة الفالنجيس 3 in each finger except الثمب يحتوي على 2، فالتوتال نمبر اوف فالنجيس حيكونوا 14. وبعدها نجو للبونز اوف ذا لور لمب اللي هن نسمو فيهن اول وحدة المكونة الحوض اللي هن الهيب بون. بعد الهيب بون حجيني بون بتاعت منطقة الثاي which is called فيمر. بعد الفيمر حيجوني البونس بتاعات الليج اللي هم 2 تيبيا اند فيبيولا، وبعدين يجوني الكاربا التارسال بون اللي هم عددهم 7 مش 8 في اللور لمب، بعدين الميتا تارسلز المكونات المشطه بتاعت الفوت، واخر حاجه الفالنجيس ونفس الفكره عددهم 14، 3 في كل فينجرز اكسبت البيج تو في 2. اخر بون بسيطه فيها اللي هي سيسامويد بون اللي اسمها باتيلا، جايه ان فرونت اوف ذا ني جوينت. بعدين ممكن ناخذ الكلاسيفيكيشنز اوف بون، واحنا وي كلاسيفايد البون اكوردنج تو ذا مورفولوجي اور ذا شيب، اكوردنج تو ذا ستراكشرز اند اكوردنج تو ذا اوسيفيكيشنز. فاللي بالنسبه لنا حيبان علينا في التوك بتاعنا بتاع اللاب اللي هو الكلاسيفيكيشنز اوف بون اكوردنج تو مورفولوجي. نمبر 1 عندنا لونج بون وعندنا شورت بون. لونج بون فور اكزامبل اللي هو البونز اللي قاعد في الاكستريميتيز في الاطراف، فعندنا الهيومرس الرادياس والألنا والفيمرس، هذوما كلهم يعتبروا examples of the long bone. short bone معناها عظام قصيرة، فالexample اللي عليها عندنا الكاربال بون in the upper limb والتارسال بون on the lower limb. This is the carpal وهذوما هما التارسال بون. This is the tarsal bones، وقلنا في الكاربال عددهم 8 والتارسل عددهم 7. بعد هيك عندنا الاكزامبلز للفلات بون. فلات بون الاكزامبلز اللي عليهم 3 بحرف الاس، sternum anteriorly، سكابيولا posteriorly، والبونز بتاعت المكونات للسكال هذوما يعتبروا فلات بون. عندنا another type which is called irregular bone. irregular معناها ما عندهاش ثاكل ثابت، واكثر example مشهور عليها اللي هو vertebral columns، البونز of the vertebra and the bones of the hip bone. الهيب بون عظمة الحوض حتى هي تعتبر irregular bone. اخر تو تايب عندنا النيوماتيك بون وعندنا السيسامويد بون. بما ان احنا قاعدين قريبين منها، فالسيسامويد بون هي عباره عن بون قاعده within a tendon of muscle، والاكزامبل اللي احنا واخذين عليها اللي هي الباتيلا او الصابونه اللي جايه in front of the knee joint. وبالنسبه للاكزامبل للنيوماتيك بونز، النيوماتيك بونز هن عباره عن بونز قاعدات حوالين منطقه النوز تسمى بارانيزل ساينس، حوالين النوز اللي هن الجيوب الانفيه، والاكزامبل اللي احنا خذينا عليه عندنا فرونتال وعندنا ماكسيلري. عندنا مجموعه ثانيه جوا مش بينات عليكم اللي هن الاثمويد والسفينويد، بس احنا از اكزامبل انتم مطالبين بيه، مطالبين بالفرونتال والماكسيلري اير ساينس. ماكسيلري اير ساينس اللي هن اسمها نيوماتيك، هو عباره عن بون مجوف ويحتوي جوا منه على اير.